كما أكدت طالبات في مدينة تعز خلال لقاءات على يمن شباب أكدنا ولاءهن للثورات الوطنية التحرورية وأهدافها ومخرجاتها. ثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تعتبر اليوم عيدا لليمنيين أجمع وليس للثوار وحدهم، يوم ليس كباقي الأيام، يوم لروعته الطيور تزقزق ولإبداعه القنوات تعلق يوم يشيد لليمنيين عزهم وللشباب فخرهم وللأجداد مجدهم وللأطفال فرحتهم، يوم سيتوارثه الأجيال والأجيال. ثورة 26 من سبتمبر هي ثورة هي واحدة من أبرز الأحداث اليمنية التاريخية في تاريخ اليمن، حيث استطاع الشعب اليمني كسر قيود الحكم الإمامي الملكي الظالم. يقال: وطني ما عشت إلا لرضاك، وسأقضي العمر صبا في هواك، ذقت في حبك وما أرهقني، وطعمت الهون حلوا في رباك، سقمت نفسي وجفت أدمعي، وفؤادي لم يزل يتلو ثناك. كانت هذه الثورة تشجيع لأبناء الجنوب عامة، وأراجح بالغالب لبوسة خاصة، للقيام بثورة 14 من أكتوبر، ونقول وقال الشاعر: وثأرت يا صنعاء رفعت رؤوسنا بعد انكسار، وخرجت من ظلماتك الحبلى أعاصر النهار. ويقول آخر: دمت يا سبتمبر التحرير ويا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي. ونرفع راية اليمن ونقول: لا للظلم، لا للاستبداد، لا للديكتاتورية.